هنا أمامنا المنتخب اليمني يقاتل من أجل إسعاد الشعب اليمني الذي يعاني. هل تكون هذه الكرة في الشباك الأردنية؟ هل تكون هي في الشباك عن المسؤولين الفاسدين في بلادنا؟ لا أقول شيئا سوى أهل الفنادق لا عزت كروشهم يزداد فيهم خباهم كلما سمروا ويقلقون صباحا بعدما رقدوا ويقلقون مساء إن هم سكنوا. نحن لا نعرف من سرق الوطن ولكننا نعرف من يدفع الثمن. هذه المقولة التي يقولها دائما، هكذا هي أحوالنا في اليمن وفي العراق. الأوضاع الصعبة، المسؤولون الفاسدون الذين دائما ما يعيثون الفساد في الأرض، والشعب هو الذي يدفع الضريبة دائما، الشعب اليمني والعراقي.